السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد على نظام القناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم. القناة اللي غادي تلقى فيها إن شاء الله الدروس والفروض وكذلك امتحانات الإشهادية بالنسبة للمستوى السادس. مرحبا كذلك بالمتتبعين الأوفياء اللي دائما مساندين القناة، أرحب بكم مجددا وأدعوكم لكي تشاركوا القناة مع الأصدقاء والصديقات ديالكم باش يوصل الفيديو لأكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات إن شاء الله. إذا مرحبا بكم في مرحلة الفروض، المرحلة الثالثة من المستوى الخامس ابتدائي. اليوم غادي نبدا اللغة الفرنسية وغادي نبداو بلا كومبريونسون دو ليكري. لا كومبريونسون دو ليكري لو نيفو 5 اني دو لونسينيومون بريمير باليي 3 لاكتيفيتي ديال لا كومبريونسون دو ليكري. إذا مرحبا بكم. إذا عندي هنا واحد لو تيكست هنايا وعندي لي كاستيون ديالو، عندي خمسة ديال الأسئلة في لا كومبريونسون دو ليكري. دونك كون فو فويي إليونا سو تيكست تيتري دو Quelles sont les limites du smartphone؟ يعني شنو هما الحدود ديال الهواتف الذكيه؟ صافي غادي نقراو هذا لو تيكست ومن بعد غادي نجاوبوا على لي كاستيون بروبوزي ايسي دون لا كومبريونسيون دو ليكري. سويفي افيك مو. Quelles sont les limites du smartphone؟ ما هي حدود الهواتف الذكيه؟ De nombreuses possibilités، يعني بزاف ديال الامكانيات. Aujourd'hui grâce au smartphone، حاليا او لليوم بفضل الهاتف الذكي. Littéralement téléphone intelligent، او لا بمعنى اخر الهاتف الذكي، دونك كنقولوا سمارت فون ولا تليفون انتيليجون، صافي هاتف ذكي. إلي بوسيبل دو باسي دي زابيل تليفونيك فيديو، اذا صار بامكاننا اننا نديرو دي زابيل يعني اتصالات هاتفيه بالفيديو. دو بروندر دي فوتو يعني اننا نلتقطو صور. دونفوي اي دو ريسيفوار دي مايل، اننا نصيفطو ونستقبلو الايميلات. دو سيرفي سور انترنت، يعني انك تعوم في الانترنت وتبحث مع راسك. دو باي دي زاشا اون لين، يعني انك تشري المبيعات او المشتريات من الانترنت. اي ميم دوفرير اون بورت دوتيل، وايضا انك تفتح واحد الباب ديال واحد لوتيل ديال واحد الفندق، انك مثلا تريزيرفي واحد الفندق غير من التليفون ديالك. تو سومبل بوسيبل، هادشي كامل ممكن، هادشي كامل اللي قلنا هنايا ممكن. ترو دو بوسيبيليتي، يعني بزاف ديال الامكانيات عاوتاني، اولا اكثر ديال الامكانيات. ميم دو بيردغ توت في بريفي، واخا انك غادي تفقد تقريبا الحياه الشخصيه ديالك والحياه السريه ديالك. سي لو ني با فيجيلون، الا ما كناش حذرين. اون افي ايضا افيك لي ريزو سوسيو، يعني مع وسائل التواصل الاجتماعي. سي تري سامبل de donner accès à des informations confidentielles à un portail qui يعني من السهل انك تعطي المعلومات الشخصيه او المعلومات السريه ديالك، بحال اش بحال الاسم برينوم، بحال الاسم العائلي لو نو، بحال لادريس يعني العنوان، بحال الفوتوغرافي يعني الصور، بحال لي فيديو يعني الفيديوهات عليك انت. سي لون نو في با اتونسيون، يعني الا ما كناش حذرين. دي انديفيدو كو نو نو كونيسون با بوف ابروندر بوكو دو نو، يعني الا ما كناش حذرين بعض الاشخاص اللي ما كيعرفوناش ممكن يعرفوا علينا كلشي، صافي اولا ممكن يعرفوا علينا بزاف ديال الحوايج. اي نو سون با نيسيسيرمون بيان انتونسيوني، وهما ماشي بالضروره انهم يكونوا كيبغيو لينا الخير، يعني يقدر يكونوا هما كيبغوناش الخير وغادي يجمعوا داك المعلومات علينا ويسببوا لنا مشاكل. دونك هذا هو لو تيكست هنايا، عندنا لو تيتر ديال هو هذا، وعندنا دو بارتي في هذا لو تيكست هذا. صافي نحاولوا نجاوبوا على لا كاستيون بروبوزي ايسي دون لا كومبريونسيون دو ليكري. سويف افيك موا. دونك لا بروميير كاستيون، سويف افيك موا دون لا كومبريونسيون دو ليكري. دو كوا بارل سو تيكست، علاش كيهضر هذا لو تيكست هذا؟ دونك هذا التيكست هذا غير من خلال العنوان كيهضر على لي ليميت دو سمارت فون، يعني الحدود ديال الهاتف الذكي. دونك لو تيكست انتبهوا معايا، لو تيكست بارل ديال اش؟ بارل بيان، بارل سور لي ليميت، les limites du smartphone. Le smartphone. Passe à la deuxième question. De combien de parties est-il composé? Relève leur titre. شحال من بارتي، شحال من مقطع كيتكون هذا لو تيكست هذا. دونك حنا قلنا il se compose de deux parties، وقالوا لنا عطيونا العنوان ديالهم، العنوان ديالهم هما de nombreuses possibilités et trop de possibilités. D'accord. Donc il est composé du ou bien de deux parties. Les titres il y en a de nombreuses possibilités et trop
de possibilités. Possibilités. Trop de possibilités. Donc, on met les deux titres. Nous avons la troisième question. Suivez avec moi. Quels sont les avantages du smartphone cité dans ce texte? Je n'ai pas l'ijabiyat de l'hawatif d'akiya qui est dans le texte. L'ijabiyat qui est dans le faqra l'oula. Donc, partie l'oula. Aujourd'hui, grâce au smartphone, il y a le fait de le smartphone, il est possible de passer des appels. Donc, awel hada, passer des appels téléphoniques vidéo, de prendre des photos, d'envoyer et de recevoir des mails, surfer sur Internet, payer des achats en ligne et même d'ouvrir une porte. Total donc كاملين ايجابيات ديال لو سمارتفون داكوغ نحاولوا هنا دونك لي زافونتاج il y en a premièrement passer des appels téléphoniques vidéo de prendre des photos aussi d'envoyer et de recevoir des mails aussi de surfer sur Internet aussi de payer des achats en ligne et aussi d'ouvrir une porte d'hôtel. Ijabiyat dit le smartphone. Ça fait? Toujours la quatrième question, suivez avec moi. On parle ici d'un problème. Donc, cite un problème qui peut être causé par le smartphone. Donc, le problème, le smartphone. Donc, le même de perdre toute vie privée. D'accord? Donc, c'est le smartphone. Et ça, je connais pas l'adresse d'Yana, le nom d'Yana, le prénom. Donc, c'est perdre toute vie privée si la makounaj hadirin, si l'on n'est pas vigilant. ما كناش حاضرين غادي نفقدوا الحياة الشخصية ديالنا ولا الأسرار ديالنا. Question 5 indique si ce texte est injonctif, narratif ou bien explicatif. Donc, هذا واش هو injonctif ou la narratif ou la explicatif. Donc, هذا le texte, c'est un texte واحد نص explicatif. C'est un texte explicatif اللي فيه الشرح يعني كيشرح لنا. Parce qu'il nous explique ou bien parce qu'il explique كيشرح بار اكسبليك كوا لي ليميت دو كوا لي ليميت دو سمارت فون لي ليميت دو سمارت فون حيت كيشرح لنا يعني الحدود ديال الهواتف الذكيه. بهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم اللي كان كيخص لا كومبريونسيون دو ليكري فرد من فروض اللغه الفرنسيه المرحله الثالثه المستوى الخامس ابتدائي. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. كنت معكم انا الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.